قرارات مجلس الوزراء 30 أوت 2020، قطاع العدالة، مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء، منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض، استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو، إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات. الصناعة الصيدلانية، مرافقة شركة صيدال لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية، تقليص فاتورة استيراد الأدوية ب$400 مليون نهاية العام الجاري، منح الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق، فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية، تشديد الرقابة في الجنوب أمام مهربي المهلوسات والمخدرات. منطقة التبادل الحر، التأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50%. قطاع البيئة، إعادة بعث مشروع السد الأخضر لوقف زحف الرمال، تنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية، وضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية في الجنوب، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي.